السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا يا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج وقفات، ونتنوع ما بين وقفة ووقفة وبها عنوان ونناقشه مع ضيفنا الكريم. لكن قبل هذه وتلك اسمحوا لنا نرحب بضيفنا وضيفكم الشيخ الدكتور مشعل تركي الظفيري الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله يا دكتور، وشكرا لقبولك هذه الدعوة يا دكتور. حياكم الله وحيا الله الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأنا سعيد حقيقة يعني أن نجتمع معكم ونتناول هذه الوقفات الجميلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة لقائلها ولسامعيها. آمين يا رب العالمين. بدأنا بسلام وأريحية، نقيض هذا السلام ما هو دكتور؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الأمين. السلام من اسمه سلام، فيه الاطمئنان وفيه عدم العدوان، فالسلام من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه السلام، وتحية أهل الجنة يوم القيامة السلام. ولذلك عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، عند دخوله المدينة نشر هذه الثقافة الجميلة، فعند دخوله قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. إفشاء السلام فيها الراحة. اليوم من العدوان الذي يأتي أحيانا من الناس هو قضية عدم السلام، يعني يمر أحيانا شخص ما فيمر عليك، أحيانا إذا كانت نظرة مقابل نظرة ربما تحمل هذه النظرة شيء من الغل أو شيء من يعني الغضب، ويكون من أثرها يعني أحيانا الخلاف والمشاكل والشقاق والنزاع والتخاصم والشجار ودخول الشيطان في هذه النظرة. لذلك لما تسلم على إنسان مجرد أن يعني تلقي عليه هذه الكلمة الجميلة العظيمة تجد بينك وبين هذا الإنسان أصبح فيه ارتياح، أصبح فيه قبول للطرف الآخر. لذلك جاء هذا الدين ليركز ويؤسس هذه القضية المهمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ركائز جميلة بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا، لن ندخل الجنة إلا بإيمان، ولن يكون هذا الإيمان إلا بمحبة. ولذلك العدوان والخصام والنزاع هذه من الأمور التي يبغضها الله جل وعلا ويبغضها النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم تلاحظ الآن بدأ عند الناس أصبح في عنف، أصبح عند الناس اليوم حب الضرب وحب الشجار وحب حتى يعني سبحان الله يعني أن يعني يستخدم الأدوات التي ربما تكون قاتلة للإنسان فقط لأتفهي الأمور. لذلك الإسلام ركز على هذه القضية وهي قضية المحبة، أن نكون متحابين فيما بيننا، متعاونين فيما بيننا، وبين عليه الصلاة والسلام من أسبابها قضية السلام وقضية الصلة فيما بين الناس. إذن عنوان الوقفة هو العنف، والعنف هو نقيض السلام، لكن ما هي أبواب العنف؟ نعم، تحدث الأسباب مختلفة، ولكن هناك بذرة. نعم، أدعي ذلك. نعم دكتور، بذرة أو نعم شرارة بداية العنف، ورغم أنها كانت بسيطة تافهة لكن يحدث ما لا يحمد عقباه. أريد أن أصل إلى الغضب. نعم، قضية من أسباب العنف الغضب كما ذكرت. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني مرة ثانية، قال: لا تغضب. فردد عليه ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب، لأن الغضب مفتاح كل شر. الغضب نار يوقده الشيطان، يوقد الشيطان هذه النار. ولذلك عليه الصلاة والسلام بين الإنسان حال الغضب أن لا يكون الإنسان في يعني حالة واحدة، إذا كان الإنسان قائم يجلس، وإذا كان جالس يضطجع،
يخرج من البيت حتى يخرج منه هذا الغضب، أو يقوم فيتوضأ أو يصلي، كل هذه الأمور لماذا؟ حتى لا يحدث الغضب. الغضب لا تنظر إلى وقت الغضب حين الغضب، ولكن انظر إلى آثار الغضب بعد الغضب. لو مررت اليوم في السجون لو وجدت أناس كثيرة تجدهم في غياهب السجون، لو سألت هذا الإنسان ما الذي أودى بك إلى هذه الحال؟ لقال بسبب الغضب، ربما حصل خلاف بيني وبين شخص حتى لا أعرفه ولا يعرفني أكفي الطريق، فزاد هذا الغضب فكان سبب في قتل هذا الإنسان، أو سبب لهذا الإنسان عاهة يعني كان على إثرها أن دخل السجن، ضاع شبابه، ربما تفرغت الأسرة، وربما فقد الإنسان وظيفته، فقد كثير من حياته بسبب إيش؟ بسبب الغضب. كم اليوم من حالات بسببها يعني أصبحت العائلة أصبحت متفرقة، وأصبحت الحياة الأسرية مشتتة، وكان من أسبابها أنضاع الأولاد بسبب إيش؟ بسبب الغضب. يمكن إذا سمحت لي قبل أن نخرج خارج محيط الأسرة خلينا نبدأ الغضب بالأسرة. الغضب له الغضب يؤدي إلى العنف. العنف في الأسرة دكتور قد يشتت، قد يستثمر في أبنائهم أن يكون خلينا نقول مواطن غير صالح أو عبد غير صالح غير طائع. نريد أن نعرف آثار العنف إن وجد في الأسرة، العنف الأسري، وكيف تعاملت الشريعة مع تهذيب النفس سواء للزوج أو الزوجة في السيطرة على العنف. ولكن بعد الفاصل دكتور إذن مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نواصل. يا هلا ويا مرحبا فيكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم ببرنامج وقفات مع الشيخ دكتور مشعل تركي الظفيري الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم مجددا يا شيخ. حياك الله يا مرحبا. نلملم ما مضى من الدقائق وكان حديثنا عن العنف، وبدأت بالحل قبل العلة بالسلام والطمأنينة وهو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكنا قد استوقفنا حضرتك عند العنف الأسري، كيف ضبطت الشريعة هذا العنف إن وجد؟ نعم، فالعنف أحيانا يكون مع الزوجة وأحيانا يكون مع الأولاد. نريد أن نتكلم عن الزوجة. لاحظ الشريعة كما ذكرت أخي عبد الله في قضية يعني كيف تتعامل مع الخلاف عندما يحصل بينك وبين أهلك. الخلاف الشريعة لم تترك شاردة ولا واردة إلا وبينتها، لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينتها. لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى بين أول قضية في الخلاف الوعظ، فهنا يبدأ الإنسان يعظ الزوجة. إذا انتفعت بالوعظ كان بها، لم تنتفع يأتي الأمر الآخر وهو إيش؟ الهجر. شو يقولون أصحاب السياسة؟ أنا بطلبك نقطة نظام. نعم. ممكن نعم. النفس البشرية عندما تؤمر بالنصح تكون هناك ردة فعل عدم قبول، شئنا ما بين هذه فطرة، فهل هناك فرق ما بين الوعظ والنصيحة؟ الوعظ والنصيحة، الوعظ يكون التخويف بالله سبحانه وتعالى ويبين هذا الأمر أنه يعني إذا فعله الإنسان يكسب مثلا إثما وأن عليه ذنب وعليه خطيئة فتذكر في الله سبحانه وتعالى. النصيحة قد لا تدخل في الوعظ، تدخل نصيحة أن هذا الطريق إذا سلكته ربما يكون لك كذا وكذا، تكون عامة لا تشترط فيها أن تكون موعظة، تنصح لما ينفعه في دينه ودنياه مثلا، فهذا الفرق بينهما. فإن انتفع بالوعظ كان بها وهذا المطلوب، فإن لم ينتفع تذهب إلى مرحلة ثانية ألا وهي قضية الهجر. الهجر والهجر النبي صلى الله عليه وسلم طبق في حياته، والنبي الذي كمل في أخلاقه وسلوكه وعلمه وحلمه حصل بينه وبين أهله خلاف ونزاع، حتى أنه هجر زوجاته شهرا كاملا في المسجد، شهر كامل لا يأتي زوجاته عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فيبين أن الخلاف يحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن علاقتك مع أهلك أنه لابد أن يكون هناك خلاف، وأنها مهما جاءت بأخلاق وإلى آخره تبقى خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى،
وبين عليه الصلاة والسلام إذا كرهت فيها خلق ترضى فيها آخر. كذلك الزوج، يعني حتى الزوج ليس بكامل، لكن نتكلم عن الطرفين. فإذا لم ينتفع أو تنتفع في قضية الهجر هنا يكون الضرب. لكن هذه القضية العنف، إيش الضرب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره الله عز وجل؟ الضرب هو الغير مبرح، غير مؤلم. اليوم سبحان الله الإنسان لما يصير يحدث بينه وبين أهله خلاف، وربما يؤدي ذلك يفجر في الخصومة، ويفجر في الخصومة، فهذا لا يليق. كذلك مع أولادك، عندما يسلك الولد سلوك خاطئ، سلوك خاطئ، في درجات في التربية، في الترغيب، في الترهيب، في المنع. ربما يكون الأب يعطي ابنه يعني شيئا من الأمور التي يحبها الولد، فأمنع عن هذه القضية حتى العقاب والثواب. لابد من وجود العقاب والثواب، لكن لا يكون العقاب أن يحدث أمرا أعظم. ذلك الدين مبني على المصالح والمفاسد، فإذا حقق مفسدة أعظم من هذه المفسدة التي ارتكبها الولد يجب عليك أن تبتعد عنها. هذا في جانب الأسرة. اليوم نتكلم في جانب العنف بين الناس في المدارس على سبيل المثال. اليوم للأسف الأب يشجع ابنه على قضية يعني إن حصل بينك وبين شخص ما خلاف لا تسكت عليه وقم وافعل وافعل، ما يعطيه الأمور التي ينتفع بها الولد. يعني تذهب إلى المعلم، تذهب إلى المشرف، تذهب إلى الإدارة، تسلسل في ردة الفعل، ردة الفعل، لأنه ربما يكون أثر هذا الأمر على ابنك حينما يحدث خصام ويتشاجر معه، أو على الطرف الآخر، فإما أن يودع ابنك في السجن، وإما أن تسبب له عاهة يتندم عليها طيلة حياته. لذلك اليوم نحتاج أن نعلم أبنائنا كيف تتعامل مع الطرف الآخر عند حدوث النزاع وحدوث الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل أعرابي فجاء دخل المسجد لكن لا يعرف أحكام المسجد، فقضى حاجته في المسجد، فهب الصحابة أن يتناولوا هذا الرجل ويضربوه، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه حتى ينتهي من بوله من قضاء حاجته. الحديث جاء هكذا، مع أنه منكر في المسجد. فلما انتهى قال هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي إن هذا الأمر لا يصلح في مثل هذه المساجد، إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة. فماذا قال الأعرابي؟ قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحد. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم مع أنه يفعل منكر عظيم في المسجد، ربما يرتد عن دينه وعن إسلامه، وربما يفعل أمرا أعظم من ذلك، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق في كل شيء مطلوب، مع أهلك، مع الشارع، مع أبنائك، مع الكل، مع أصحابك، حتى تخرج بنتيجة طيبة إن شاء الله. وإن شاء الله خرجنا بمحتوى طيب في هذه الحلقة. شكرا جزيلا الشيخ مشعل ترك الظفير الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبميزان حسناتك بإذن الله. الشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة أينما كنتم. دمتم في حفظ الله ورعايته. فما الله.